سعيد احمد خلف ابويا صاحب الارض ديت. انا كنت عايشه هنا واتجوزت في سندسيس، دار جوزي جزارين ما عندهمش شغلانه الا كده. انا ابويا طلعني على الامتحانات بتاع ثالثه اعدادي عشان اتجوز، كان نفسي اكمل تعليم اطلع معايا شهاده اتوظف اي حاجه، مش هبهدل في الاراضي زي ابويا وامي كده، مش هقف مثلا ودار جوزي بيبيعوا لحمه اقف اعمل وياهم، لو بنتي اعلمها مش هسيبها تتبهدل زي ما ابويا وامي مبهدلين وانا طلعت مبهدله زيهم مكملتش تعليمي. هي عندنا البلد هنا يعني مش حلوه، ببقى جايه من عند جوزي في توك توك او حاجه ببقى خايف، نفسي ما يكون واحده لها شغل يكون قريب منها جنبها، نفسي البلد تكون هنا في امان وابو امي ترتاح بقى، عايشه تعب كتير ترتاح لها شويه. ربنا يصلح حال مصر ويصلح حال كل الناس يا رب. بحمد ربنا الحمد لله في ناس كتير، احنا احسن من ناس كتير الحمد لله.